بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة براءة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يذكر للمؤمنين بهذا الاستفهام الإنكاري: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا؟ هل ظننتم ذلك؟ أن تعيشوا في الدنيا وتتركوا هملا وسدى ولا يعلم الله ما تقولون وما تفعلون ولا ما تنتهونه؟ هل تحسبون ذلك؟ هذا من سوء الظن في الله. إن الله خلق العباد لحكمة ولهدف لغاية هي عبادته سبحانه، ولم يتركهم ليعبدوه بأهوائهم، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وعلمهم وأعذر لهم، وقد أعذر من أنظر وما قصر من بصر. علم الله عز وجل عباده كيف يعبدونه: بالصلاة، بالصوم، بالجهاد في سبيله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. يعبدون الله بالعلم، يتعلم ما الذي يحبه الله فيفعله وما الذي يكرهه الله فيتركه. المؤمن وقاف مع آيات الله ومع هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. علم أنه يعيش في الدنيا فترة محدودة، أياما معدودة، ثم بعد ذلك الموت، والموت لن يفنى الإنسان ويظن أنه لا يبعث ولا يحشر ويترك في الأرض ترابا، لا، ولكن الله سبحانه يجمعه بكن فيكون، كما كان في الدنيا يرجع إلى ربه، يجمع الإنسان من هذا التراب من الأرض التي صار فيها ليسأله الله سبحانه تبارك وتعالى عن خمس لا تزول قدم عبد حتى يسأل عنها، لا تزاول مكانها في الموقف العظيم يوم القيامة،
في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقف العبد وينتظر القضاء حتى إن الكثيرين من الخلق من شدة هذا اليوم، من فظاعته، من همهم وكربهم وطول قيامهم، يدعون ربهم: يا رب اصرفنا ولو إلى النار. يظنون أن النار أهون من هذا الموقف العظيم، الموقف بين يدي الله سبحانه. السؤال، يسأل العبد عن 5، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيما علم. يسأل العبد: هل أعد العبد لنفسه جوابا في هذا اليوم يدرأ به عن نفسه هذا الحساب الشديد، هذا الموقف العصيب؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ ماذا كان جواب المجرمين؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هل ينفعهم أحد؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الذين كفروا بالله سبحانه، الذين أشركوا وعبدوا غيره، الذين عبدوا معه سواه، الذين نقضوا عهد الله، الذين نكثوا في وعودهم وعقودهم. وقد أخبرنا الله عز وجل عن حال هؤلاء الكفار في هذه الآيات التي تقدمت، كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسول: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون الذين حاربوا الله وحاربوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وتسببوا في أن يخرج مستخفيا مهاجرا من مكة إلى المدينة، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين. وذكر لنا ربنا سبحانه من صفاتهم ما يجعل المؤمن حين يأمره الله عز وجل بجهادهم يستجيب ولا يفر، يعمل بما أمر الله سبحانه ولا يعترض على ما يقوله سبحانه. يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ لماذا لا تفعلون أيها المؤمنون؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن كان الإنسان مؤمنا فهو ينفذ أمر الله سبحانه، فهو يقيم شرع الله، يقيم حدود الله، يجاهد في سبيل الله أعداء الله من الكفار والمشركين. ويعدهم الله سبحانه وعده الحق للمؤمنين: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ما أعظم هذا! يطمئن الله المؤمنين أنكم إذا اعتصمتم بحبل الله جميعا، إذا كنتم على أمر الله كما أمركم، فجاهدتم في سبيله يدا واحدة على أعداء الله، على أعداء دين الله الذين ينكثون وينقضون ويحاربون الله ورسوله ويظهرون الكفر، وعده للمؤمنين بالنصر وأن يشفي صدور قوم مؤمنين. وقد فعل الله سبحانه تبارك وتعالى: قاتل المؤمنون الكفار وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين
توجه لينصر خزاع الذين حاربهم الكفار، وأعانت قريش بني بكر عليهم فقتلوهم وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج لينصر دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وجاء النصر من عند الله سبحانه وشفى صدور قوم مؤمنين، وإذا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه يجمع الكفار وكانوا 2000 جمعهم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى صلوات الله وسلامه عليه، إن الله علمه، إن الله رباه، إن الله هذبه، إن الله أدبه صلوات الله وسلامه عليه، فكان قلبه مملوءا بالرحمة والحكمة. رحمهم وهم ضعفاء، وهم لم يرحموه وهو وحده صلوات الله وسلامه عليه، آذوا فلم يرد الصاع بالصاع، وإنما عفا صلوات الله وسلامه عليه حين شكى إليه البعض إن خالدا يقول اليوم يوم الملحمة، يوم الاقتتال والالتحام، اليوم تسفك فيه الدماء. قال: لا، اليوم يوم المرحمة، هذا اليوم الذي نحن فيه يوم نرحمكم، اليوم يوم المرحمة. فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فرق بين المؤمنين وبين الكفار: المؤمن يحب الله، يحب دين الله، يدعو إلى الله سبحانه. الكافر لا يهتم لأمر ذلك، الكافر ينقض عهده وينكث في وعده، أما المؤمن فلا، المؤمن أمين، فيه الإيمان وعنده الأمانة، وقد عرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. عرف المؤمن ذلك فهو يوفي بالعهد ولا ينقض ولا ينكث، والمؤمن أمين يؤتمن على الدين ويؤتمن على الدنيا، لا يضيع دنيا ولا دين، لأنه يعرف أنه سيلقى الله ويسأله عن هذه الدنيا: ما الذي صنعه فيها عباد الله؟ احذروا من الدنيا أن تغركم، وفي كل يوم ترون الجنائز ذاهبة ولا ترجع. يذهب الميت إلى قبره، هل رأيتم أحدا رجع بعدما ذهب مع الموت؟ إنه الموت، كل نفس ذائقة الموت، يأتي الموت على العباد، وما خلقوا إلا لعبادة الله، ثم يموتون ثم يبعثون فيسألون. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرحمنا أحياء وأمواتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا عن الكفار وأنهم يغدرون، وأنهم ينكثون في عهودهم ووعودهم، وأنهم ينقضون، وأنهم لا إيمان ولا أيمان لهم. فلا تصدقوا الكفار، ولكن صدقوا ما يقوله رب العالمين سبحانه وما يقوله رسوله صلوات الله وسلامه عليه: اعتصموا بحبل الله جميعا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن توفوا لله يوفي الله عز وجل لكم. فاحذروا أن تغركم الدنيا وتدفعكم إلى الغدر، وتدفعكم إلى التفريط، وتدفعكم إلى تضييع الأمانات. الدنيا قليل، وكم من إنسان حصل دنيا حتى إذا فرح بها ضاعت من بين يديه، فاحذر من ذلك.
كن أمينا لأنك مأمور بأداء الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كن أمينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل العظيم في الأمانة، وقد أخرجه أهل مكة صلوات الله وسلامه عليه. ضاعت دوره التي في مكة، ضاع ما كان له في مكة، ولم يبكي عليه ولم يحزن عليه، وإنما أمل ما عند الله سبحانه. وكان بين يديه وعنده في بيته أمانات وودائع لقريش، ومع ذلك لم يقل آخذ هذه الأمانات لها، ولكنه جعلها مع علي وأم أيمن حتى يرد الأمانة إلى أصحابها من الكفار الذين آذوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلم المؤمنين بأوامره، علمهم صلوات الله وسلامه عليه حين يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وحين ينهاك لا تخن من خانك. إذا عملك إنسان بالخيانة فلا تعامله بمثلها، ولكن كن أنت أمينا لأنك تعلم أن الله يحاسبك ويحاسبه. علمنا بالقول، وعلمنا بذكر الحكاية القصة عن السابقين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كانوا قبلنا في بني إسرائيل، أن رجلا ممن كانوا قبلنا ابتاع أرضا من رجل، فلما أراد أن يبنيها بعد ذلك حفر، فوجد فيها جرة ذهب، فإذا به يذهب إلى الرجل الذي باع، قال خذ جرتك، إنما ابتعت منك الأرض ولم أبتع منك الجرة. إذا الرجل الآخر يقول لا، إنما بعتك الأرض بما فيها. يختصمان هذا مع هذا، ويذهبان إلى القاضي يقولان هذه الجرة خذها لبيت المال فإنها ليست لي ولا له. يرفض القاضي، إنها في أرضكما، إما لك وإما له. ألا تعجب من ذلك؟ هل تتخيل هذا الشيء؟ أن رجلا يشتري أرضا يجد فيها كنزا من ذهب فيعطيه للبائع يقول خذ هذه؟ والله ما سمعنا بهذا إلا في هذا الحديث. عجيب. هذه أمانة عظيمة جدا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسبه ربه يوم القيامة. خاف الإثنان، هذا قال إني بعتك الأرض ولا أدري أن فيها جرة ليست لي، الآخر الذي اشتراها قال إنما دفعت ثمن الأرض لم أدفع ثمن الجرة، أنا ليست لي هذه. يذهبان إلى القاضي لم يقل إنها للدولة، لا لك ولا له، إنما هي للدولة، لا لا لا، قال هي الواحد من الإثنين. ثم سألهما ألكما ولد؟ قال أحدهما لي ابني، وقال الآخر لي ابنه، قال أنكح أحدهما الآخر وأنفق عليهما منها وتصدقا وتصدقا. هذا حكم القاضي يحكم بينهما. وقيل إنه كان نبيا من الأنبياء الذي حكم بين الإثنين صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأنبياء والمرسلين. أيها المؤمنون، هذه القصة التي يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحافظ على الأمانة، وأن لا يدعي الإنسان الشيء الذي ليس له أنه له. الأمانة، كم ترى من الناس من يخون في الأمانة، تعطيه الوديعة يأخذها ويأكلها عليه ولا يعطيك شيئا منها، ويقول ضاعت، يقول نهبت، يقول سرقت، تعطيه مالا يشغله يأخذ المال وينفقه على نفسه وملاذه ثم لا تكسب منه شيئا، فإن رد إليك أصل المال فقد رحمك وأعطاك ذلك، وإلا فالعادة إنهم لا يردون شيئا. كم ترى من مثل هذه الأشياء، الخيانات والتضييع. وهذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا أن الظالم يأتي يوم القيامة وقد علق هذه المظلمة في عنقه يوم القيامة. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين،
أي أخذ هذا الجزء من الأرض من سبع أراضين وعلق في رقبته يقف به يوم القيامة حتى ينتهي الموقف. من يريد أن يفعل ذلك؟ وهذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يخبرنا عن الأمانة وعن تضييع هذه الأمانة الذين يضيعونها. يؤتى بالرجل الذي خان الأمانة يوم القيامة ويدخل في النار، ثم يقال له أدي الأمانة، يقول من أين؟ يقال هذه الأمانة في النار، ائتي بها. ينزل إلى قعر جهنم ويأخذ الأمانة ويجعلها على كتفه ويصعد يصعد يصعد. كم من السنين هبط فيها إلى قعر جهنم؟ تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه يلقى بالحجر الصخر العظيم في جهنم، من شفير جهنم يصل إلى قاع جهنم بعد 70 سنة. بعد 70 سنة كم نزل هذا الإنسان حتى طال قعر جهنم وهو يعذب في هذا كله ويأخذ هذه الأمانة ويصعد بها؟ كم نزل وكم صعد حتى إذا ظن أنه يخرج ليؤدي الأمانة انزلقت عن منكبه فهوت في النار، فهوى وراءها ولا يزال هكذا إلى ما يشاء الله. أيكم يصيق ذلك؟ وأيكم يريد ذلك؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإن نسمع عن تضييع الأمانات وعن أخذ أموال الناس بالباطل بصور كثيرة، ينسى الإنسان أنه سيحاسبه الله. قد يكون يصلي ويصوم ولكنه يقصر ويفرط في ذلك وينسى الحساب يوم القيامة. صورة الخيانة جعلها الله عز وجل للمشركين، نكثوا أيمانهم، نقضوا عهودهم، هموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا تتشبه بصفات هؤلاء واحذر من التفريط، فإن المرجع في النهاية إلى الله، والدنيا قليلة. وحين يقف الإنسان بين يدي الله ويقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين ما حصلنا يوما. إذا كان يوم القيامة 50,000 سنة وعمر أحدنا في الدنيا 50 سنة أو 100 سنة أو 1,000 سنة، كم يكون بالنسبة إلى يوم القيامة؟ فلذلك قالوا لبثنا يوما واحدا أو بعض يوم، فاسأل العادين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك إنه لا يملكها إلا أنت. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.